هذا هو والتنسيفت. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا هو والتنسيفت كما كتشوفوا، الجران ديال الواد ها هذه البلاصه ها اللي كيعجب المتابعين، ها اللي كيعجب الناس، كتعجبهم هذه الجره. ها هي هذه البارتي هي اللي كتعجبهم، هذه البلاصه ما كتعجبهمش. هذه البلاصه هنا الواد، هنا فيها الغيس، البلاصه فيها الغيس، وعندكم المساحه ديال الواد هي هذه. هذه البلاصه كلها الواد داس فيها البارح في الليل. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. جينا الواد تنسيفت، هذا الواد حدا مراكش، غادي نبارطاجي معكم هذا الواد. البلاكه ديال تنسيفت نتمنى تبان لكم، ها هي واد تنسيفت، وهاد القنطره كلها ديال واد تنسيفت، والواد كاين في اتجاه كما شفتوا. و كما كتشوفوا هذه هي القنطره ديال واد تنسيفت، والطوموبيل فين بلاصيت لهذيك الاتجاه، يقدر تبان لكم الطوموبيل فين بلاصيت تما. جينا لهذا الواد ديال تنسيفت. هذا الواد دار واحد البوز البارح بعد القنوات بارطاجوا هذا الواد، وصل اعلى المشاهدات هذا الواد تنسيفت. ضربنا كيلومترات كثيره باش نشاركوا معكم هذا الواد تنسيفت. واد ماشي سهل، واد تنسيفت كيجي من إوريكا وكيدي لما هاد الاتجاه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف اخوتي، شوف المكان ديال الواد البارح هنا عامر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. استمروا معنا تكتشفوا معنا اخوتي واد تنسيفت. وصلنا واد تنسيفت، ها هو اخوتي، هذا هو واد تنسيفت. ها هو البارح الا شفتوا العدد ديال الفيضان اللي جاب بزاف، ولكن داز تعطلنا. هذا هو والتنسيفت كما كتشوفوا، والتنسيفت مراكش، هذا واد مراكش. هذا الواد دار واحد البوز البارح بزاف بعد القنوات بارطاج هذا الواد، ولكن مع الاسف داز الواد، داز البارح. ما بقاش الواد ولا قليل. وما كايناش شي بلاصه ندوز فيها باش نصور لكم هذيك الاتجاه، راه ما كرهتش نمشي لكم هذيك البلاصه، ولكن هنا فين الغيز كما كتشوفوا، كاين الغيز هنا، مايمكنش تمشى على رجليك، يقدر يزلق لكم بيزلاف. الا زلق لكم بيزلاف غادي يوصل هنا، جاب الله زلق من تما غادي يوصل لكم بيزلاف هنا. وهنا الواد كما كتشوفوا، مع الاسف اخوتي تعطلنا الواد داس البارح. هذا الواد جاب بزاف ديال الماء، هذا هو واد تنسيفت كما كتشوفوا، كما كتسمعوا الصوت ديال الواد. يا ربي السلامة يا ربي السلامة. هاد المساحة ديال هاد الواد كبيرة، عندكم هاد البلاصة كلها واد، وهادي قنطرة، هادي هي القنطرة اللي اكتشفتوا بعد القنوات اللي بارطاجو هنا، كانوا بعض السيارات واقفين هنا كيصوروا هاد الواد. وبيزلاف انا كان عندي واحد المشكل، كنت غادي نجي البارح باش نصور لكم هنا فاش كان هذا الواد قوي، حيت هذا الواد جاب بزاف ديال الماء. انا رايي على حسب التجربه ديالي الخبره ديالي، حيت انا بحيث الفيضان كيبان لي بانه الواد داز البارح في الليل، البارح في الليل داز الواد، شد من هذيك البلاصه حتى لهذ البلاصه. نخليكم اخوتي تشوفوا واشتركوا في القناه ديالي وتفعل الجرس الى بغيتو نصور لكم فيضان عامة من طنجة الى الدولة العزيزة. اللي عليكم هو تشتركوا في القناة ديالي. هذا هو واد تنسيفت، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا هو واد تنسيفت كما كتشوفوا، الجران ديال الواد ها هاد البلاصة ها اللي كيعجب المتابعين، ها اللي كيعجب الناس، كتعجبهم هاد الجرة. ها هي هاد البارت هي هي اللي كتعجبهم، على هاد البلاصة ما كتعجبهمش. هاد البلاصة هنا الواد، هنا فيها الغيس،
هذه البلاصه فيها الغيص وعندكم المساحه ديال الواد هي هذه. هذه البلاصه كلها الواد داس فيها البارح في الليل. البارح في الليل هذا الواد هاجم بواحد السرعه خياليه. هذه البلاصه كلها كما كتشوفوها ديال الواد. كانوا بعض الناس هنا لقيتهم كتفرجوا في هذا الواد ودابا مشاو. تبارك الله تبارك الله. كما كتسمعوا الواد او يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كما قلت لكم اخوتي ما يمكنش ننزل حيت هذه البلاصه فيها الغيص. هذه البلاصه كلها فيها الغيص ما يمكنش ندوز هنا. يقدر غادي ندوز لكم هنا يقدر نزلق ما غاديش نغامر في الكل في الكل. وثاني حاجه ما عندناش الوقت. اذا دابا توقيت 6 غنروح شويه ايوا ساعتين ونص تقريبا في الطريق من اكادير الى واد تانسيفت. وهذا الواد اخوتي معروف بالطريقه ديالو وهذا الواد كيجيب فيضان والدعم ديالو من امريكا. امريكا كتدعم هذا الواد. هذا الواد كتدعمو امريكا. فيضان في امريكا كيكون هذا الواد حامل. ها شوف شوف تبارك الله. اوه السلامة 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 السلامة. شو كما كتسمعوا سمعوا الصوت الواد سبحان الله. شوف الشرة كي دايرة. شو مرحبا مرحبا الناس يشجعوني. ايوا هذا هو القطرة ديال تانسيفت. تانسيفت كتواجد قبل مراكش والطريق ديال الدار البيضاء. هاد الطريق كتدي الدار البيضاء وكتدي مراكش. الواد ديال تانسيفت هو هذا. هاد الواد دار البوز البارح الالاف ديال المشاهدات. ربما وصل نص مليون ديال المشاهدات هاد الواد. للاسف اخوتي ما كانش عندنا الوقت باش نجيو نصور لكم هاد الواد مع الاسف هادشي اللي حكى الله. المهم جينا نصور لكم هادشي اللي بقى. ربما كان الفيضان من جديد غادي نجيو نصوروه. هادي غير البدايه كما كتشوفوا. هذا هو واد ديال تانسيفت. هاد الواد كيجيب الفيضان من امريكا من جبوله المكان ديال الثلج العاصمه ديال الثلج. حاليا ربما على الاجواء ديال الشتاء ممكن تكون الشتاء اي لحظه. هذه هي البلاصه ديال الواد كما كتشوفوا. هذه البلاصه كلها ديال الواد. المكان ديال الواد اش غادي نقول لكم واد عريض تبارك الله. اكبر واد في مراكش هو هذا. اكبر واد. شوف اخوتي البلاصه ديالو. شوف يا ربي السلامه يا ربي السلامه. شوف 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 شنو دار اخوتي الشجار. شوف يا ربي السلامه. هذه هي القنطره ديال تانسيفت يا ربي السلامه. هاد البلاصة هاجم عليه الواد. هاد البلاصة كلها فيها الواد هاجم عليها. ولكن مع الأسف داز البارح الواد داز البارح. كما كتشوفوا هادي بلاصة الواد عامة وهنا فيه الغيز ما يمكنش نغامر لكم. غادي نصور لكم من الفوق ونصور لكم القنطرة ديال تانسيفت. شوف السرعة شوف السرعة. هذا هو واد تانسيفت. غادي نقرب لكم هذيك البلاصة وندير لكم الزوم. أكثر من 200 كيلومتر باش نصور لكم هذا الواد. ولكن مع الأسف الواد لقيناه سالا بقى في غير واحد الشوية. هادشي اللي بقى ديال بيزلاف. هادشي اللي بقى ديال بيزلاف. واو 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 تبارك الله تبارك الله. واد تانسيفت. واد الواد كما قلنا واد امريكا. امريكا كامل كتدعم هاد الواد. هاد الواد كيجيب الماء من هاد الاتجاه.
إمريكا هاد اتجاه، إمريكا كاينة في هاد اتجاه، وهاد البلاصة فاش كاين إمريكا، وهاد البلاصة ربما تقدر تكون فيه الشتاء كما كنشوفو في السماء، كاين ربما يقدر تكون الشتاء، وخضر هاد الوادي هاجم من جديد، وهاد الواد كيهاجم وكيدي الفيضان، والمساحة ديالو كبيرة تبارك الله. شوف شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كما قلنا ما عنديش الوقت اخوتي، لا كان عندي الوقت غادي نبحث هذا الواد نتبعو حتى لتحت ونصور لكم شي بلاصه واعره في التحت تما، ولكن ما عندناش الوقت غادي نصور لكم مره اخرى ان شاء الله، غادي نجيو ونصور لكم هذا الواد تنزيفت هنا اي مكان في الفيضان غادي نجيو نصوروه. حنا كنديروا المجهود كنغامروا وكنصوروا لكم الفيضان، المحتوى ديالي راكم عارفين، بعض الناس كيقول لك باغي الفيضان جديد باغي الواد جديد، هذا هو واد تنسيفت، هذا الواد ديال تنسيفت. شوف اخوتي شوف، انا البارح ما كانوش هاد الشكي يشبع، كلشي كان الماء هنا البارح، كان الماء حتى لهنا، هاد البلاصة عامرة، هادشي اللي بقى فيه دابا اليوم. وهاد الجران يقدر غادي يستمر تقريبا اسبوع، على حسب اسبوع خمس ايام ست ايام. لو كان كانت الشتا اليوم، لو كان هاد الواد غادي تلقاو هاد المساحة كلها عامرة. هذا هو واد تنسيفت، بعض القنوات اللي بارطاجو هنا كانوا ياخذوا الناس السوار ياخذوا بعض الفيديوهات هنا، وهاد البلاصه زوينه. هنا قررنا نصور لكم هاد البلاصه اللي رائعه جدا، واد تنسيفت. شوف اخوتي سبحان الله، شوف، ولكن الوادي الا كان بحال البارح كيكون زوين، ولكن مع الاسف مع الاسف اخوتي الواد غادر، داز البارح، داز البارح في الليل وفي الصباح، وبقى في غير هاد الشويه هاهي. معليش ماشي مشكل، حنا اللي علينا غادي نديرو. وهاد الواد اخوتي تنسيفت كيما قلنا كيجي من امريكا، وهاد الواد معروف بالهجوم ديالو، هاد الواد خطير، هاد الواد نخليكم هذيك الغابه اللي كتشوفوها، ولكن ما عندناش الوقت، وهاد البلاصه كلها فيها الغيس، هاجم عليها الواد البارح، هاجم الواد الليل البارح هنا سبب الكارثه، هاجم على هاد البلاصه لقى المساحه ديالو كبيره، الارض ديالو كبير، العرض ديالو كبير، هذا اش غادي نقول لكم بحال واد درا في الصحراء المغربيه، إلا شفتوا واد درا هو المساحه ديالو، هذا هو الواد من هنا كيغادر زيد 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 حتى لهنا، هاد البلاصه ها هو البلاصه ديالو. شتي هذيك البلاصه كيتجمع فيه الواد، ومن بعد هذيك البلاصه اخرى كيكون الجران. وهاد البلاصه فيها الجران، علاش هنا فيه الجران وهنا كيتجمع فيه الماء، هنا كيتجمع فيه الماء. سلامة 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 سلامة، هذا زخوتي واحد الرموق، وهاد القنطرة كاملة كتحرك، يا ربي السلامة، اش هادشي؟ أويلي 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 السنزال هذا، أويلي يا ربي السلامة، واحد الرموق تا زخوتي القنطرة كاملة كتحرك. شوف 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 كيفاش كدير القنطرة، شوف أخوتي القنطرة، شوف أخوتي القنطرة كيفاش، كتحرك أخوتي، بحال السنزال، سبحان الله. علاش واحد الرموك اخوتي هنا وهاد القنطرة دارت تحركات كامل، انا صحابنا غادي يطيح. ايوا واد تنسيفت هو هذا اخوتي،
نتمنى الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. هذه البلاصه هو الطريق ديال ايوريكا، كيجيب الفيضان من ايوريكا من هذا الاتجاه الواد من هنا. ولكن هذه البلاصه اللي كاينه دابا حاليا فيها الفيضان. واو، داز الشتا البارح هنا، الفيضان داز البارح هنا وسبب واحد بعض المشاكل. هو ضروري، هذه هي طريقته، هذه هي قاعدته، ضروري من المشاكل هو ضروري يجي الفيضان، يجي الوادي ديال المشاكل، يقول لهم هذه بلاصتي، بلاصتي هذه وغادي ندوز فيها والمشاكل ضروري منه وغادي ندير المشاكل. هذه هي طريقة الواد، كما كتشوفوا الواد بدا كينقص اخوتي، مابقاش كيما كان. شوف بدا كينقص، غوصل البيزلاف وبدا ينقص الواد. سبحان الله. ايوا مع الاسف كنت تمنيت هذا الواد يكون عامر، واصحاب راه غادي تكون الشتا اليوم هنا. لو كان هذا الواد عامر بالماء من هنا حتى لهنا غيحط واحد الديكور رائع جدا، ولكن مع الاسف، على الاسف اخوتي هادشي اللي حط الله. واد تنسيفت، واد اوريكا، هما يقولوا لي واد تنسيفت، ولكن هذا الواد شكون كيدعمو؟ اوريكا، اوريكا والماس صفات ما كامل هاد البلايص كيدعموا هاد الواد. او او السلامة 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 السلامة. هاد الرموكات اخوتي باغيين يلوحوا هاد القنطرة، باكر على السرعة. ايوا الحمد لله والشكر لله، ملي وصلنا هاد الواد باقي لقينا فيه هاد الشيء، الله يجعل البركة. المهم جينا من اكادير باش نصوروا لكم هاد الواد. كنت غادي نجي البارح ولكن كان عندي واحد المشكل مبقيتش جيت، لو كان جيت البارح لو كان تشوف الفيديو طار. اليوم نقص الواد وغدا غادي يكون ناقص اكثر من هكا، ربما كانت الشتا، الا كانت الشتا غادي يكون هاد الواد من جديد حامل، الا ما جاب الله ما كاينش الشتا ما غاديش يحمل. وهاد الواد خطير، بعد الساكنه اللي كيتوجدوا هنا كيقولوا بانه اول مره في حياتهم كيشوفوا الخير ديال الفيضان. وعاصفه رعديه فين نزلت؟ نزلت في هذا المكان امريكا، الجبوله ديال امريكا كامل فاش نزلت العاصفه رعديه. ولكن هو الدرس، نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنوا تشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ايوا ان شاء الله غادي تشوفوا بعض الاوديه، حنا كما قالنا بانه بزاف ولا 4G. بزاف ولا 4G كينقل اي مدن، يمشي لك للصحراء المغربيه، يمشي لك للكازا، يمشي لك لطنجه، يمشي لك اي بلاصه. بزاف ولا 4G، كان 3G دابا ولا 4G، كينقل بسهوله. ايوا تحياتي لكم اخوتي، شكرا لكم كاملين. ايوا كما شفتوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، حاولنا درنا المجهود ديالنا، جينا من اكادير باش نصوروا لكم هذا الواد تنسيفت. نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى تشتركوا في القناه ديالي وساعدونا باش نوصلوا القناه 300K بلاصه فاش كاين مراكش. ايوا ان شاء الله يكون خير، واد تنسيفت من هنا. ايوا الشجاعة ديالكم اخوتي، حيت كنضربو تنبرا في هادشي والسفر وزيد وزيد بزاف ديال الحوايج. نتمنى الاعجاب ديالكم حيت هادشي ماشي ساهل، جينا لكم من اكادير وضربنا بزاف ديال الكيلومترات باش نصورو لكم هاد الواد. واخا هاد الواد داز المشاكل ديالو، داز البارح وبزاف ديال الخسارة اللي دار لصحاب الفلاحين اللي عندهم الفلاحة ديالهم هنا، الخسائر سبب بزاف ديال المشاكل داز، ولكن مع الاسف ما جيناش البارح، مرة أخرى إن شاء الله نجيو. واد تنسيفت، واد مراكش، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، هادشي زوين بزاف. يا
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، منظر خيالي والتنسيفت، هذا هو والتنسيفت. نتمنى الإعجاب ديالكم. غروب الشمس، الخليط ما غاديش تبان لكم واضحة. ايوا نتمنى الإعجاب ديالكم اخوتي. حاليا كنتواجدوا في القنطرة ديال تنسيفت، مراكش من هذا الاتجاه، إوريكا من هذا الاتجاه، القنطرة ديال تنسيفت هي هادي. ايوا أجواء رائعة جدا، جميل، هاد البلاصة كلها زوينة. الواد هو هذا كما كتشوفوه، صورنا لكم بالدرون. هادي الدرون، هادي دابا الفيديو ديال الدرون، صورنا لكم من الفوق. احسن نصوروا من الفوق. هذا هو الواد ديال تنسيفت، وعندنا الحاسي هنا، هاد البلاصه فيه الحاسي. نتمنى الاعجاب ديالكم اخوتي، نتمنى البارطاج ديالكم. هاد البلاصه كلها فيها الحاسي، وهنا القنطره تحت، هنا القنطره، وهاد البلاصه فيها الغيز. ما نقدرش نغادر لكم تما حيت كاين الغيز وكاين الحاسي تما، والواد هو هذا كما كتشوفوه، وباقي غادي بالطريقه ديالو. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس مباشره. المدينة الجميلة، نتمنى الإعجاب ديالكم. كل شيء دير أبوني. هذا هو والتنسيف، تبارك الله زوين، تبارك الله رائع جدا. نتمنى الإعجاب ديالكم، نتمنى البارتاج ديالكم أخوتي. كل شيء دير أبوني، كل شيء اشترك. وهاد المساحة كلها فيها الواد، هاد البلاصة كله فيه الواد، المساحة ديال هاد الواد كبيرة تبارك الله. بعض الناس يقول لك هاد المحتوى ديال الفيضان بدون فائدة، هاد الطريقة خطأ. بعض الناس عزيز عليهم يكتشفوا الواد، حنا كنديروا مجهود باش نكتشفوا لكم أودية جداد، وفي نفس الوقت كننتظروا واتسوس يوصل. واتسوس تا هو تكون فيضان، ربما انه واحد ديال اكادير، ونصور لكم واتسوس، وخصوصا واد تيزنيت، واد كلميم في الصحراء المغربيه. هاد الاوديه كامل كننتظروا باش تكون الفيضان ويوصلوا باش نصوروهم ان شاء الله. واخا الطريق بعيده شويه من اكادير لمراكش، ماشي سهله، ولكن حنا اللي علينا درناه وغامرنا في الكل في الكل، صورنا، شاركنا معكم هذا الواد اللي هادشي اللي لقينا فيه. انا رايي الواد بدا كيتزاد شويه، ما بقاش كيما كان. ايوا نتمنى يعجبكم هذا الواد، وربما هذا الواد جاء من جديد، غادي نرجعو نصورو لكم. تبارك الله اخوتي على هاد الواد اللي جاب الفيضان البارح. البارح داز الفيضان هنا بقوه، سبب بعض المشاكل خاص المنطقة ديال إوريكا مراكش. نتمنى إن شاء الله يكون خير، وحذاري ثم حذاري من الواد، حيت الواد صعيب بزاف. وهذه النصيحة لكم، العقل السليم في الجسم السليم، وردوا بالكم من الفيضان، أودية خطيرة. الواد كيجيب شوية بشوية، ولكن ملي كيتزاد كيسبب بعض المشاكل. وحذاري من الواد السكوتي بحال هاد البلاصة، هنا الواد السكوتي، ولكن هنا كيدوي فيها، هنا كيهضر فيه، هنا مكاينش سكوتي، ولكن هنا كاين سكوتي. هاد البلاصة هاهي، ها السكوتي، حذاري ثم حذاري.
ايوا القنطره ديال تنسيفت هي هذه كما كتشوفوها. يا ربي السلامه 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 السلامه. كما كتشوفوا معنا اخوتي واد تنسيفت، هذا الواد خيال، هذا الواد ماشي سهل، واد صعيب. هاد الواد كيدعمو امريكا، هاد الواد خيال، هاد الواد ممكن يهاجم بواحد السرعة يسبب بزاف ديال المشاكل، هاد الواد كيسبب المشاكل بعد الفلاحين، كيروي لهم كامل الفلاحة ديالهم. اللي كيشاهد الواد كيحمل كيسبب لهم مشاكل كثيرة. هذا هو واد تنسيفت، والقنطرة ديال تنسيفت هي هادي، والاتجاه ديال الواد من امريكا من هنا. باش نكون واقعي، هاد الاتجاه فاش الواد هاهو، هاد البلاصة، هاد المكان هو الواد جاني جا من امريكا من هاد الاتجاه، هو نازل دابا نزول، نزول الواد من تما لهنا. نتمناو ان شاء الله يكون خير. واو واو هاد الرموكات بغي له واحد القنطره، ربما دايزين انا واحد 10 د الرموكات فهاد القنطره، غادي تنزل هاد القنطره. يا ربي السلامه. ايوا كما كتشوفوا معنا اخوتي واد تنسيفت جاب الفيضان البارح، عاصفه رعديه دازت البارح هنا مدينه اكادير، والو الشتاء مع الاسف. اكادير حتى ما نساوني ما كشتش الحيط، اكادير والو اوري لومزار دي ميزار كله كات لومزار، يكا طنجه يكا الشمال يكا الصحراء المغربيه هو الذهب يكا مراكش، اكادير والو. هذا غيحضر فيا علاش كيسيب لهم زار حيت كيس بيزلاف. بيزلاف يسد هو غادي امزار اركادي ديال الصاف. هاد السوليه شنو مزار اكادير ان شاء الله، هاد السوليه شنو غير الفيضان حتى وكري ان شاء الله هو غادي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. قلت لكم بعينا بيزلاف ساكن في اكادير والشتا ما غاديش تجي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اش غادي نقول لكم، على حسب امطار غزيره في مدينه اكادير قريبا ان شاء الله غادي تكون امطار غزيره. ايوا وقت الشتاء راه باقي مستمره عندكم، شهر 10 شهر 11 شهر 12 شهر 1 شهر 2 شهر 3 كتكون العاصفه رعديه، وعادي وان شاء الله يكون خير. ونتمنى ان شاء الله تكون الشتاء في مدينه اكادير وتيزنيت وخصوصا كرميم حتى هي ان شاء الله. الا كانت الشتاء في كرميم راه حتى هي غادي نصوروها، وغادي نحاولوا نصوروا لكم بزاف ديال الفيضان، ربما كاين الفيضان في تيزنيت نصوروها، كاين في اكادير نصوروها. كما قلنا اي منطقه في المغرب فيها فيضان غادي نحاولوا نديروا مجهود ونصوروها ونشاركوها معكم ان شاء الله باذن الله. عارف بانه بعد الناس يتبعوا يشجعونا في هذا المحتوى المحتوى ديال الفيضان عليه المشاهدات. شكرا كاع على الدعم ديالكم، حتى حنا غامرنا وصورنا واخا حنا تعطلنا، الناس جاوا صوروا هنا البارح اللي كان الواد مجهد، وحنا كان عندنا مشكل، كنت غادي نخرج من اكادير باش نصور لكم هذا الواد، ولكن كان عندي مشكل قلت علاش لا تنفك هذا المشكل ونجي، وجيت اليوم ولكن لقيت الواد ما بقاش كيما كان. انا تكفيني بركه، الله يجعل بركه، راه هادشي بركه. غادي نحاولوا نديروا لكم ثلاثه الفيديوهات هنا ولا اربعه الفيديوهات، وما كاينش الوقت بزاف، اما يقدر غادي نمشي لكم هذيك البلاصه نصوروا لكم حدا تما يكون زوين، ولكن مع الاسف ما كاينش الطريق
وكاين هاد البلاصه حتى هي مسدوده راه بابا، وكاين الغيز، كاين الغيز هنا ما يمكنش فينا دوز للواد باش تصوروا. اما انا عزيز عليا نقرب للواد هذيك البلاصه، نمشي لكم راه هاد البلاصه هي، هاد البلاصه حدا هاد البلاصه هي هاد المكان، يقف لكم بزاف هنا يبدا يصور يبدا يبدع هنا هاد البلاصه. ولكن ما كاينش نمشي لهذيك البلاصه باش نصور لكم هادشي بالزربه باش ونغادروا، حيت الوقت ما كافيش، وفي نفس الوقت الواد ما عندوش ديك الامكانيات، وحاليا انا اللي كنصور بوحدي هنا. الناس غادروا، صوروا البارح الناس هنا، كان الواد واعر، مع الاسف ما جيتش البارح، لو كان جيت البارح تشوفوا الفيديو طوب، يكون الفيديو ناضي كما كيقولوا ناضي. ايوا بارطاجيو اخوتي، شكرا كاع الساكنين ديال مراكش ديال تنسيفت، هذه المنطقه يقولوا لها تنسيفت حيت مراكش تقريبا شي 8 كيلومتر اللي بين علينا مراكش. غادي نغادر لكم مراكش، وغادي نشرب قهوه تما في مراكش، وغادي نرجع لكادير ان شاء الله بحول الله. شدوا التراك باش ندير لكم مونتاج ونبارطاجيو معكم الجديد. هذا هو القنطره ديال تنسيفت، وهذا الواد اللي شفتوا معنا راه جاي من هذا الاتجاه. هاد البلاصة هاي من تما جاي الواد، ربما تنسيفت هي هادي، هادي هي تنسيفت، وغادي تشوفها، يقدر تكون هاديك هي تنسيفت. أو السلامة 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 السلامة. هاد القنطرة كتحرك أخوتي. إيوا نتمناو إن شاء الله يكون خير، نتمناو البارطاج ديالكم أخوتي. دعمونا كما كتشوفوا، هذا هو التنسيفت، هيبان لكم من هنا. لو كان مشينا قدامو تما غيبان لكم كاليتي واعره، حيت دابا الشمس كاينه، الشمس واعره. لو كان كنت لقدام تما غادي تشوفوا الكاليتي واعره. البلاصه ديالو كتشوفوها دابا تحت القنطره، ها هي هي القنطره. يلا بارطاجيو اخوتي، كلشي ديال لايك، كلشي اشترك، بارطاجيو لينا، نتمنى الشجاعه ديالكم، وشكرا كاع الناس اللي كيدعمونا. وهاد الواد، هاد الواد داز البارح، لو كان هاد الواد حطا واحد السرعه كبيره، حيت المساحه ديالو حتى لهنا كما كتشوفوا هاد البلاصه، هاد المكان ديال الواد البارح كان الواد حتى تما. هاد القنطره كامله كان الواد طالع، وكان واحد المجهود كثير ديال الفيضان كما قلنا. الشمس من هاد الاتجاه، والسما كما كتشوفوا عجبتني ديال الشتا. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو، عاصفه رعديه تكون يدي الماء نيشان. كاين الريح شويه. ايوا القنطره ديال تنسيفت هي هادي، نتمنى الاعجاب ديالكم كما قلنا. درنا المجهود، جينا من اكادير باش نصور لكم هاد الواد. في نفس الوقت دوزنا الطريق زوينه، درت ساعتين تقريبا، ساعتين ونص اللي درت من اكادير الى البلاصه ديال هاد الواد. ايوا الحمد لله وصلنا في الوقت، ولكن واخا الواد ما كاينش، الواد ماشي ساهل. غادي نبارطاجي معكم بلاصه فاش كاين الجره، هذيك البلاصه من الفوق غتبان لكم، ها هي. نصور لكم من هذيك البلاصه شتا، ها هي. وغادي نصور لكم هذه البلاصه كلها واد تنسيفت. هنا سكوتي، هذا هو واد سكوتي، وهذه البلاصه اخوتي كلها واد، عندكم هذه البلاصه كلها واد.
تلي هي من تما زيد 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 تل هنا واد بحال ديال واد درا في الصحراء المغربيه الطريق ديال الزاك الطريق ديال المحبس ايوا حاليا كتوجدوا في القنطره ديال واد سوس عفوا القنطره ديال تنسيفت هاد القنطره ماشي سهله القنطره كبيره واد هو هذا نتمنى امطار غزيره تكون بالنفع ونتمنى ان شاء الله نحاولوا نشاركوا معكم شي حاجه جديده كنا كننتظروا هذا الواد يكون حامل بزاف يشد هذه المساحه كلها ولكن الواد داز البارح في الليل والبارح ما جيناش لو كان جينا البارح غادي تشوف الواد خيال هذه البلاصه فيها الغيز ما يمكنش تقرب للواد كتسمعوا الصوت ديال الواد ها هو هاد البلاصة نتمنى ان شاء الله يكون خير ايوا هاد البلاصة زوينة هادي هي القنطرة ديال تنسيفت مراكش ما بعيدش غادي نغادروا ليه واحد شويه وهاد البلاصه زوينه وغادي نكتشف لكم الواد من هنا السلامه 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 شوف اخوتي شوف الواد بالصحه ديالو شتي اخوتي اول واد السلامة 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 يا ربي السلامة هو التنسيفت هو هذا وداخل تحت القنطرة وهاد البلاصة كلها كان فيها الواد البارح هاد البلاصة كانت عامرة بالفيضان البارح ولكن اليوم بقى فيه غير هادشي وهاد الشوية ما تحقرو الشوية راه خاطئ نحاولوا ننزلوا الا قدرنا ننزلوا حدا الواد تما الا قدرنا ما قدرناش ماشي مشكل ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير هذا الشيء كنتمناو كما كتشوفوا الواد ها هو ها نديروا الزوم كاع حنا ها هو الواد ها هو شتيه هاكي جاكم شوف هذا ربما الحاسي شوف شوف الاخوان شوف سلام السلام 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 هذا الواد ماشي سهل واد صعيب غادي نحاولوا نبحثوا على الطريق ننزلوا نصوروا لكم الواد واخا الوقت ما غاديش تكفينا ولكن المهم هو نصوروا دابا حيت وصلنا هنا ضروري خصنا ننزلوا هذا الواد حيت البطل كيبقى البطل والمغامر كيبقى المغامر علاش نجي حتى لهنا وما نقدرش نوصل للواد هنا خصني ننزل نصور لكم هاد البلاصه غندير لكم التقديم هنا ولكن ماشي في هذا الفيديو فيديو الاخر حيت كل فيديو نديرو فيه 9 دقائق 8 دقائق شوف تبارك الله شوف هذا هو واد تنسيفت هذا الواد كيجي من اوريكا جاب الفيضان شوف اش بغيتو باقي درنا حنا المجهود شاركنا معكم هذا الفيضان شوف هوا هنا القنطرة هذه هي القنطرة ديال تنسيفت مراكش من هنا
مناطق الله صافي الطريق ديال مراكش منها. ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم اخوتي. كما كتشوفوا بزاف غادي كيصور لكم هاد الهوات. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي زوين بزاف. هاد البلاصه فيها الشتاء، هنا نقي شويه ملي داس الشتاء هنا نقي. تقدر غادي ننزل لكم هنا غادي نغامروا على حسب، الا ما كان الغيز رابو ما كان الغيز حيت بزاف يقدر يزلق، الا شاء الله زلق بزاف يزلق لكم في الغيز. الا قدرنا ننزلوا راه غادي ننزلوا، ما قدرناش مره اخرى وراه غادي نحاول نصور لكم هذيك البلاصه حيت هنا فيه الفار. كاين الفلاح. ايوا الواد كما كتشوفوه هذا هو واد تنسيفت. هذا الواد كيجي من امريكا تبارك الله. شوف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف السرعه ديال اخوتي، شوف السرعه ديالو، شوف 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 السرعه ديالو، شوف يا ربي السلامه يا ربي السلامه. واد خيال، واد ماشي سهل، شوف شوف يا ربي السلامه. ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم اخوتي، نتمنى هذا الفيديو ديال الفيضان يعجبكم. كنتواجدوا حدا مراكش تنسيفت. ايوا الحمد لله والشكر لله ملي وصلنا في الوقت ولقينا هذا الخير باقي كاين، حيت بعد الويدان في الطريق ما كاينش فيهم الماء، ما فيهمش الفيضان. هذا هو اللي جاب الفيضان، وهذا الواد دار البوز، وقررنا باش نشاركوا معكم هذا الواد اللي رائع جدا.